أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. شانكم حبايبي وياكم مس آلاء مادة القراءة للصف الأول الابتدائي، ورح نجي اليوم على تكملة درسنا اللي هو أصباغ هشام. بس قبل ما نكمل الجزء الثاني من هذا الدرس، خلينا نستذكر حرفنا ومقاطعه وأشكاله. نجي على الأشكال مالته. هذه أشكال حرف الغ. غ غ أولي عند ايد من هاي الجهة، وسطي تكون عند ايد من هاي الجهة ومن هاي الجهة، يسلم على الحروف منا ومنا. اخري متصل واخري منفصل. هسه هذول اشكال حرف الغ. نجي على مقاطعة ويا حروف المد. اريد اكون المقطع غا. غا شلون اكونه؟ اختار يا شكل من هذول الأشكال، هذا لو هذا لو هذا لو هذا. أحسنتم، هختار الشكل الأولي لأن أنا دا أقول بالبداية غ آ غا. خلي أجيب الشكل الأولي للحرف غ اللي هو هذا. زين، بعد شنو نقص حتى أكون المقطع غا؟ غ آ غا. شوفوا هذا عند إيد وهذا عند إيد، حيتسالمون حيسوي لي المقطع غا. غ آ غا. أريد أسوي المقطع غو. غو الغ موجود. غ أو غو. غ أو غو. أريد أكون المقطع غي. غ إي غي. غ إي غي. ممتاز، هذا اللي يجي بالبداية. أريد أكون المقطع اللي يجي بالأخير غي 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 غي. أحسنتم، خلينا نجي نشوف المقاطع ويا الحركات. غ فتحة غ، غ ضمة غو، غ كسرة غي. بقت ويا التنوين غ تنوين فتح، هاي يعني تنوين الفتح. غن غن غ تنوين فتح. غن غن. أريد أسوي غ تنوين ضم، لازم أغير الشكل الأولي أجيب الشكل الآخري. غ تنوين ضم. غن غن. غ تنوين كسر. غن غن. الآن راجعنا أشكال الحرف وراجعنا مقاطعة ويا حروف المد ويا الحركات. نجي نكمل درسنا لليوم اللي هو الجزء الثاني من درس أصباغ وهشام. راح أقرأ الدرس بالكتاب ماما وحاولوا تأشرون وياي. حقرأ الجزء الثاني. سألت ميسون ماذا تصبغ يا هشام؟ قال هشام أصبغ الصورة بالأصباغ. رح نجي نكتب نشوف الكلمات مال الجزء الثاني شلون حتنكتب. نجي على كلمة سألت، احنا مخبيها هذه قبل، خلي نشوف شلون كانت تنكتب. س فتحة س س أ فتحة أ س أ لا الفتحة لا سألت 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 سأل سألت سألت ميسون فتحة م مائي مي سو 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 ميسو نو ضمانو. سألت ميسون ماذا ماذا تصبغ يا هشام. حنكتب ماذا ما، شلون اكتب ما؟ ما ذا، شلون اكتب ذا؟ مقطع ذا هذا ذا ذا. ما ذا ماذا تصبغ. خلي نكتب كلمة تصبغ، راح اكتبها جوا. ت فتحة ت تاس
تص ننتبه على الركزة تكون قريبة. تص بو بو ب ضمة بو تص بو غو. شو نكتب غو؟ هذا الآخري متصل إجاني حيتصل بحرف ال ب. أبو المثلث المقلوب فوقه نقطة فوقه ضمة صار غو. تصبغ ماذا؟ تصبغ يا إي آ يا إي آ يا. هشام كسرة هي ش آ شا. هشام ضمة م ضمة م يا هشام. سألت ميسون ماذا تصبو يا هشام؟ حنحط علامة استفهام لأن هنا إجانا سؤال. قال هشام، رح أكتب كلمة قال. ق آ قا ل قال قال هشام. كسرة هي ش آ شا. هشام م تنوين ضم من هشام. قال هشام. أصبغ، راح أكتب كلمة أصبغ. ا فتحة ا ا فتحة ا ا أص أص بو ب ضمة بو. أصبغ شلون حكتب غو؟ ضمة غو. أصبغو أصبغو أص أص بو أصبغو أصبغو. الصورة راح أكتبها لي جوا آ ال ال. همزة وصل لأن جتي في وسط الكلام. صو صو صو. هنا الأص مشدد، يعني شنو؟ يعني ما ألفظ ما ألفظها لأنه إجاني وراها حرف مشدد. الصو ر فتحة ر ت ت. خلي نختبرها إذا هي كانت تاء طويلة أو تاء مربوطة. الصورة، ما دام أنا قلت أ إذن تاء مربوطة. الصورة ت أحط لها فتحة. فشون حتنقري؟ قال هشام أصبغ الصورة، كأنه رأسا قلت الأص. أصبغ الصورة، رح أكتب كلمة بالأصباغ. ب شلون أكتبها؟ ب كسرة ب بال آ ال ال أ ال أ أ فتحة أ صارت بالأ. نقرأها مرة ثانية ب ال بل، يعني ب وبعدين آ ال ال وبعدين أ. فححط أ بحضن ال لأنه الآ من يشوف قبل ال حيقعد بحضن. بالأ أص بالأص با بالأص با. غي شون حكتب غي؟ آخري منفصل لأن قبل آ جوا كسرة. بالأصباغ أصبغ الصورة بالأصباغ. أقرأ الدرس. سألت ميسون ماذا تصبغ يا هشام؟ قال هشام أصبغ الصورة بالأصباغ. إلى هنا كملنا طريقة كتابة الكلمات اللي أخذناها بالجزء الثاني من درس أصباغ هشام. راح أجي أسألكم على الكلمات بصورة عشوائية حتى أشوفكم أنه أنتوا استفاديتوا من الدرس لو لا. نجي على هذه الكلمة تهجوها وخلي نشوف شنية. أتهجى لكم إياها. مائي شو تصير؟ أحسنتم. سو سو. مي سو شو تصير؟ ممتاز. نو شو تصير؟ أحسنتم، صارت ميسونو. نجي على هذه الكلمة. تأص شو تصير؟ أحسنتم. بو تص
بو شو تصير؟ طس. بو ممتاز. غو فشو تصير؟ طس بو غو. أحسنتم. نجي على هذه الكلمة هي شا شو تصير؟ ممتاز. من هي شام. ممتاز. أصبو متهجاها أص أصبو أصبو غو أصبغو. ممتاز ماما. خلي نعطيكم واجب بيتي اللي هو كتابة المقاطع مال حرفنا اليوم اللي هي غا غو غيب شكلية. حتخططون الورقة بهذه الصورة وحتكتبون عدة مرات جوا كل وحدة، وحتكتبون الجزء الثاني من درسنا لليوم مرتين بدفتر المسودة البيتي. هذا الجزء حنكتبه مرتين. نعيد قراءة الدرس على السريع. أصباغ هشام. هشام رسام. عنده علبة أصباغ. سألت ميسون ماذا تصبغ يا هشام؟ قال هشام أصبغ الصورة بالأصباغ. شكرا لكم ماما وشكرا لانتباهكم، ومع السلامة حبايبي.